Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, nehmedu ve nesta'inu ve nestağfiru. Euzu billahi min şerri enfusina ve seyyiati a'malina. Men yehdihillahu fela mudille lehu, men yudlil fela hadiya lehu. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Amma ba'd, nebda bi'iznillahi teala bi dirasati metn muhtasar yusamma metn al-usul al-thalatha. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah geçecek sabahımız geçerek bir kitap. Üç asıl, yani kitabın adı üç asıl. Şu kitapta kısaca şu kitabın sapaklarını geçeriz inşallah. قبل أن نبدأ بدراسة هذا المتن نسأل أسئلة خمسة. Bu kitaba başlamadan ön, bu sapağımıza başlamadan ön biz beş tane okunayma soru veririz. السؤال الأول لماذا ندرس التوحيد؟ Birinci sorumuz biz ne için توحيد دين سبق أورنياس توحيد أورنياس نعم ندرس التوحيد لأنه حق الله العبيد سببي توحيد الله تعالى وعدة نعم يردن خلقنا أثنى كبولن حقي أول الواجبات وأوجب الواجبات على العباد إن برنز الله تعالى أذ يردن خلقنا نعم برنز واجب إذن ذادي توحيد لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عمل إلا بالتوحيد Allah Teala hiçbir amel kabul etmeye dini adam neme tevhidi berca edenle tevhidi yerine yetirenle şunu amallar kabul oluyor. Ve la edhul cennet la muvahhid. Cennete tevhid muvahhid adam yani tevhidi yerine yetiren adamdan başka hiç kim girmeye. Da'vetel enbiya ve rusul ve bi'setel enbiya ve rusul aleyhimus salatu vesselam. Hem gelen peygamberlerin başından Öğülünün ahir kırtına çeyni, bizim peygamberimizde çeyni, hemme peygamberler dine tevhidde çağırıp geldiler. Tekfir-ül hasenat, tekfir-ül seyyiat, sebeb-i şefaat-ül Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Eden günah işlerini bağışlayanlar. Tevhid, muvahhid adam Allah Teala neyme, günah işlerini bağışlayanlar, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem neyme, kıyamet gününe şefaat bulmağa haklı oluyor. Thumma mümkün yalqak insan fit tariq ve yes'alak, hal ente muslim? مثال شن يقول بارئ خان بير ثن ثورة ثن مسلمان مديسة هل أنت موحد ثن موحد يعني ثن توهيدير نيتري أنا عدم مديسة تقول نعم أنا موحد بذ هو وديس بذ نعم هو من توهيدير نير نيتري أنا عدم من موحد تبقى فأقول لك ما هو التوحيد كيف أكون مثلك موحد ثن ثورة ثن نادب من موحد بالمر نادب من توهيدير نيتري ملي توهيد نعم دي بثورة نعم دي ملي إذا عرفت التوحيد بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هذا معناه أنك موحد وإذا لم تعرف التوحيد نقول هذه شهادة الزور نعم ولا إذا دسن بلسن في خمر مدن ها هي لك دعوت بلن جلن نغني سن نعم سن حقيق موحد إذا دسن بالميان مرسون نعم يون بركلامي برسوزو قايتاليان أذ شاياتنا نادورلق درجة شاياتنا لا إله إلا الله سوزنا برجع اتميان قرنش توليان ثم قد يسألك إنسان وأنت في الطريق يقول هل أنت مشرك؟ إذا بير ثورة يقول لثن مشرك يعني الله شارك ورتقش يعني عدم ثني بثورة تقول أعوذ بالله أنا لست مشرك الله أصغن يعني من مشرك ده اللي يسلم طيب ما هو الشرك؟ إذا عرف الشرك هذا معناه أنه ليس مشرك وإذا لم يعرف الشرك قال الله لا أدري ما هو الشرك نقول لعلك واقع في الشرك الأكبر أنت لا تدري عنه Eğer şirkin neyme deyin bilyen olsa neyme, bu adam şirkten daşlaşıya. Allah Teala haf bilucu, sen şirki bilmeyen olsa, sen özün şirkin içinde gezip bilyen, Allah Teala orta koşup gezip bilyen, hükmanı sorutu neyme, şirkin neyme deyin bilmeli. الآن عندنا رخصة القيادة. أي إنسان يريد السوق السيارة لابد الحصول على رخصة قيادة. هذه الرخصة تعطى لهذا بعد أن يعرف الأشياء التي لابد أن يأتي بها والأشياء التي لا يأتي بها. كذلك الموحد الآن لابد أن يعرف الأشياء التي يأتي بها التوحيد وأوامر الله سبحانه وتعالى لابد أن يعرف المحرمات وعظم المحرمات الشرك حتى يكون موحد مسلم نعم مثال جين بر آدم سرج لك شادة نامة على النامة بما أورد لي نامة ذات لر قدغا نامة ذات لر إتمك بوليا إدر شلور ألق مسلمان آدم شرك توحيد أورن النامة توحيد الله تعالى بيرق لرن إمر لرن بليا Şolar öğrenye berca ediyye ve şirk denem daşlaşıya şol zatlar öğrenmese bilmese neyme bu adam şirki ya da tevhidi bilmen ulu bitbatlıklara düşüp biliyor. Nâ. İzen ahamma aleyna
أن نتعلم هو علم التوحيد. إن إساسي إن واجب بولن ألم بذن برنج بذن أورن ملاد منامة توحيد. طيب الآن هذا السؤال الأول لماذا ندرس التوحيد؟ نعم. برنج ثارة ومضى قايد الكيلياث بذنامة جين توحيدي أورن ياث. اتفقنا أن لابد أن نبدأ بعلم التوحيد. نعم. هو هما مذبر نامة جملنشتك هكماني ثورنطة توحيدتن باشلمالي توحيد إن برنج واجب مذيدك. السؤال الثاني لماذا اخترنا دراسة هذا المتن متن الأصول الثلاثة؟ في كتب كثيرة مؤلفة التوحيد، لماذا اخترنا دراسة هذا المتن بالذات الأصول الثلاثة؟ نعم چين بز على böyle şu kitabı sayılar Allah. Yani başka kitaplar çok tevhid barda yazılan yönü biz şu kitabı sayılar seçip şu üç asıllen kitabı sayladık. لأننا طلاب الطالب لابد يرجع إلى العلماء ويسير على النهج الذي خطوا لنا العلماء. العلماء رحمهم الله تعالى أرشد الطالب أن الطالب يبدأ أول ما يكون بالتوحيد وأول ما يبدأ في التوحيد بهذا المتن متن الأصول الثلاثة. Biz sebebinəmə biz talib ilim ilim tələb edici adamlar biz nə edəyiz alimlərin yurak gedən yoluna eyiriz alimlərin yurak gedən yoluna eyirib şul kitabı nəmə yengil görünüşdü taliblərə düşünük qul bolca görünüşdü bolan o səbəblə şul kitabı saylayaz. Nəam. طيب السؤال الثالث ما هي الأصول الثلاثة باختصار؟ هي أسئلة القبر، الأشياء التي تسأل عنها في قبرك من ربك وما دينك ومن نبي، هذه الأصول الثلاثة. نعم. Üç asıl diyen kitabımız kıssaca neye mi vardı mazmunu neye mi deyip aydığımızda üç tane kavırda verilecek soru vardı. Rabbin kim, size iyi verilen peygamber kim ve dinin ne mi? Şu üç sorudan vardı. Şu kitabın umumu mazmunu şunlar vardı. Nعم. السؤال الرابع ما هي الثمرة التي نجنيها من دراستنا لهذا المتن المبارك؟ ما الفائدة؟ نعم بيدا قذنيات بس شو الكتاب أورن مقبولن شو الكتاب أخاب سبق جيش مقبولن نعم بيدا صابدا نقول أننا إذا تعلمنا الآن في الدنيا هذه الأصول الثلاثة ثم عملنا بها ثم دعونا إليها ثم صبرنا على العلم والعمل والدعوة نصنع هذا في الدنيا بإذن الله نجيب عن أسئلة القبر. Eğer de biz şu kitabı öğrensek, biz şu kitabı amel etsek ve biz şu kitabı neyme çağırsak, davet etsek ve şu yolu alım almaklığa, davet etmekliğe neyme sabır etsek, şu yolu bize Allah Teala neyme cennete olan yolu yenileştirir inşallah. Naam, el-sual el-khamis. Ma, ala mada ihtevi hadal metin? Naam. Beşinci sorumuzun en son kıyneme neyme zatları içine alya şu kitap neyme zatlardan uvarat neyme zatları şunun içine giriyor. Naam, ekul nehtevi hadal metin ala kısam khamsa. Beş tane bölümü bölünüyor bu kitap. El mesail el arba. Dört tane mesele. Vel mesail el thalata. Üç tane asıl. Limada nedrus el tevhid. Neyme için biz tevhidi öğreniyoruz. Şarh el usul el thalata. Usulü selasanın açıklaması vel hatim ve sonlayıcı mera ufra el mesail el arba dört tane mesele el mesail el arba hâzihi cum'at fi suret el asr el ilm vel amel vel da'a vel sabr şu dört tane mesele asr suresinde cemlenen neyme birincisi amal ikincisi yerine yet birincisi ilim ikincisi amal üçüncüsü davet dördüncüsü neyme sabır etmeklik. القسم الثاني المسائل الثلاثة يعني أنواع التوحيد الثلاثة الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وإشتانا قثل نما الله تعالى توحيد الربوبية ده توحيد الألوهية ده توحيد الأسماء والصفات يعني الله تعالى جزء عطر وثبات لردين توحيد ده شو إشتانا توحيد نقول شنو إيش ناريا؟ القسم الثالث لماذا ندرس التوحيد؟ üçüncü bölümü ne mi için tevhidi biz öğreniyoruz. الرابع شرح الأصول الثلاثة أسئلة القبر. Biz üç tane soru, üç tane kabirde verilen soru öğreniyoruz. ثم الخاتمة. Sonlayıcı. والله أعلم.